بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سوف نعرض عليكم في قناة أورجانيك بعض المعلومات عن الزراعة الأورجانيك. زراعة الفواكه والخضروات في مصر أصبحت تتم بنظام الزراعة الأورجانيك، لذلك أقبلت الأسواق الدولية على استيراد الخضروات والفواكه المصرية بكميات كبيرة، وأصبح للطعام الأورجانيك قدرا كبيرا من الأهمية في صحة الإنسان والحيوان. وفي الحلقات أو الفيديوهات القادمة سوف نعرض لكم مزايا الزراعة الأورجانيك، ونبدأ في هذا الفيديو بزراعة التين الشوكي وفوائد الأورجانيك في هذه الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيع محصول تين شوكي لسنة 2020 في مديرية التحرير بحيرة النجاح محطة 10. الأرض دي 3240 شجرة، متوسط الشجرة فيها حوالي 4 عديات. الرقم التليفون 0122 27 27 532. التليفون مرة تانية 0122 27 27 532. الأرض دي في محطة 10.